وللوقوف على الموقف الإسرائيلي ينضم إلينا من القدس المحلل السياسي يوني بن مناحم. سيد بن مناحم، لعلك سمعت ما تفضل به الصحفي عادل الزعنون من غزة: حماس تنفي أي صلة لها بهذه الصواريخ، ولربما مجموعة مسلحة هي المسؤولة عن إطلاق هذه الصواريخ. لماذا تسارع إسرائيل للتصعيد في نظرك؟ حركة حماس هي المسؤولة، هي التي تحكم قطاع غزة، وبنظر حكومة إسرائيل هي عليها المسؤولية وعليها أن تطبق أي اتفاق وأي تفاهمات وأي هدنة مع إسرائيل. وبالتالي كيف نصل إلى هدنة مع حركة حماس وهي لا تسيطر على الأمور؟ يعني هذا سؤال كبير. نعم، لكن صحف إسرائيلية كثيرة قالت بأن المفاوضات وصلت بالأمس إلى آخر النفق، وبأن إسرائيل غير مستعدة في المرحلة الراهنة على تقديم تنازلات والسماح ببناء ميناء ومطار في غزة. أليس هذا هو السبب الحقيقي؟ لا أعتقد ذلك. المفاوضات تتركز على مرحلتين. المرحلة الأولى هي وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات إلى سكان غزة وفتح المعابر، والمرحلة الثانية هي تتعلق ببناء الميناء والمطار، وهذا مقابل أن يكون قطاع غزة منزوع عن السلاح. هذا هو المطلب الإسرائيلي، ولم نصل بعد إلى هذه النقطة. لنفرض جدلا أن مفاوضات القاهرة انهارت كما ذكر مسؤول في الحكومة الإسرائيلية، ما هي البدائل؟ ما هي الخيارات التي ستقدم عليها إسرائيل على المدى المنظور على الأقل؟ ليس هناك أي بديل إلى المفاوضات والتواصل إلى هدنة، وكل احتمال آخر هو سيؤدي إلى المزيد من الضحايا وفي لدى الطرفين وازدياد المعاناة لدى سكان قطاع غزة، وقد تتصاعد الأمور وتصل إلى مرحلة إلى حرب شاملة واحتلال قطاع غزة من جديد من قبل الجيش الإسرائيلي، وهذا ليس لمصلحة إسرائيل وليس لمصلحة الفلسطينيين. المحلل السياسي يوني بن مناحم حدثنا من القدس، شكرا جزيلا لك.